بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أشاد بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعين الله تعالى في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم وبقية وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء. كما بعث الرئيس السيسي أيضا برقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، حيث أعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.